اهلا ومرحبا بكم طلاب الصف الرابع الابتدائي مع مادتكم ماده الرياضيات الفصل الدراسي الثاني مع فيديو جديد. يلا بينا نشوف كده في الفيديو ده موجود معانا ايه. الوحده العشره، المفهوم الثاني، الكسور العشريه والكسور الاعتياديه، الدرس الخامس والسادس نفس القيمه بصور مختلفه، الدرس السابع الصور المكافئه للكسور. يلا كده معايا. يمكن التعبير عن النموذجين التاليين باستخدام الكسور الاعتيادية والعشرية كما يلي. تعالى معايا، انا عندي نموذج شريط اهو، عندي ممكن اقسمه لعشر اجزاء او اقسمه لمية جزء. طب انا مقسماه هنا معايا لمية جزء، ماشي؟ طب يبقى معنى كده اهوت احنا اتفقنا اما اكتب الكسور الاعتيادية انا عندي بسط ومقام، المقام بيمثل الاجزاء الكلية اما البسط بيمثل الاجزاء الملونة. طب انا المدرسة قايلة ان انا مقسماه لكام جزء؟ لمية جزء. يبقى انا هكتب في المقام 100. طب هو ملون كام جزء؟ ملون 45 جزء لو عدتهم، يبقى هكتبه في البسط، يبقى 45 على 100. طب انا عاوز اكتبه في كسر عشري، كسر عشري احنا متفقين ان انا بنزل البسط زي ما هو واشوف المقام على 100، يعني العلامة هتتحرك كام خطوة؟ خطوتين، عشان في صفرين يبقى 45 من 100. طب في صحيح؟ لا يا ميس مفيش، يبقى احتفظه بصفر، يبقى 45 من 100. طب هنا اهوت برضو انا عندي نموذج بس مقسماه ل 10 اجزاء، يبقى معنى كده ان انا هكتب المقام كام؟ 10. طب وملونه كام جزء؟ تعالوا كده نشوف مع بعضنا ملونه كام جزء. 6 يا ميس. 6، يبقى 6 على 10. طب انا عاوز اكتبه في كسر عشري، اتفقنا ان في كسر عشري بنزل الاول ايه؟ البسط بتاعي اللي هو 6، والعلامه تتحرك كام خطوه؟ خطوه واحده فقط. طب هو انا عندي صحيح؟ ما عنديش، يبقى احتفظه بايه؟ بصفر. نكمل بعد كده اهوت. عبر عن الكسور العشريه والاعداد العشريه التاليه بصيغه كسور اعتياديه او اعداد كسريه. انا شوفوا كده هو عطيني ايه؟ عطيني كسر عشري وعاوزين اعبر عليه بكسر اعتيادي. احنا عارفين ان الكسر الاعتيادي بسط ومقام، ماشي؟ طب تعالوا معايا، انا اول حاجه هحط شرطه الكسر، بعد كده اهوت هبص على المقام، المقام حسب العلامه، العلامه هنا بعد كام رقم؟ بعد رقم واحد فقط، يبقى احط تحت كام؟ 10. طب واحط الاجزاء كلها في البسط، يبقى 5 على 10. طب هو عندي صحيح؟ لا يا ميس، يبقى مش هكتب اي صحيح. طب بعد كده رقم 2، 7 من 100. طب 7 من 100 برضه هحط شرطه الكسر وابص على المقام حسب العلامه، العلامه بعد كام رقم؟ بعد رقمين. بعد رقمين يبقى احط في المقام كام؟ 100. 100 والاجزاء كام؟ 7، يبقى 7 على 100 ومفيش صحيح. طب رقم 3، 89 من 100. انا برضو هعمل ايه؟ هعمل برضو بسط ومقام، هبص الاول على المقام، هنا العلامه بعد رقمين، يبقى بعد رقمين يبقى انا احط تحت ايه؟ 100. طب واحط في البسط كام؟ 89 اللي هي الاجزاء وما عنديش صحيح. طب تعالوا معايا كده المساله اللي بعدها. المساله اللي بعدها عطاني ايه معايا؟ عطاني فيها صحيح 2.7 من 10. طب برضو احط شرطه الكسر وابص للمقام، العلامه بعد كام رقم؟ بعد رقم واحد، يبقى احط تحت ايه؟ 10. والاثنين دي ايه؟ الاثنين ده عدد صحيح، يبقى احطه في الصحيح. طب والاجزاء دي احطها فين؟ السبعه احطها في البسط، اللي هي السبعه احطها في البسط، يبقى الاثنين صحيح و7 على 10. طب اللي بعدها 52.3 من 10. طب يبقى برضه 3 من 100. 3 من 100 يبقى 52.3 من 100. يلا معايا، ال 52 ده صحيح. طب وهبص للمقام احط تحت ايه؟ 100. طب والاجزاء اللي هي 3 احطها في الايه؟ في البسط، يبقى 52.3 على 100. طب معايا، يلا بينا، هو 2 زائد 6 من 10، لو انا جمعتهم هتبقى 2.6 من 10. طب تعالوا نكتبوها كده اهوت، الاثنين ده صحيح ولا اجزاء؟ ده صحيح يا ميس، يبقى احطه في خانه الصحيح. طب تعالى معايا نتكلم عن الاجزاء، 6 من 10 يعني المقام كام؟ يعني المقام 10 والبسط بتاعي 6. تعالوا نشوف كده هنكتبها ازاي، 2 صحيح و6 على 10. طب تحليل الوحدات الى اجزاء من 10 واجزاء من 100 وكسور اعتياديه، تعالوا نشوف كده مع بعضينا. الواحد بيمثل قد ايه جزء من 10؟ 10 احنا عارفين ان ممكن ان اكتب الواحد الصحيح ده في صوره كسريه. طب لو انا عاوزه مقامها 10، جزء من 10 يعني مقام 10، يبقى البسط هيكون ايه؟ 10 برضو، يبقى المعنى كده هو ان الواحد الصحيح بيساوي 10 اجزاء من 10، يبقى 10 اجزاء من 10. طب انا عاوزاه المقام يبقى 100،
يبقى لازم اخلي البسط 100. يبقى معنى كده ان الواحد صحيح 100 جزء من 100. في صورة كسر يبقى زي ما احنا شفنا صورة كسرية يبقى 10 على 10 او 100 على 100، ده بيساوي واحد صحيح. طب تعالى نكمل كده. تحليل الوحدات الى اجزاء من 10 واجزاء من 100 وكسور اعتيادية. طب تعالى معي 2 و4 من 10. طب تعالى معي كده هوت، ايه الاربعة دي كم جزء؟ 4 اجزاء من 10. طب الاتنين ديت هي صحيح. طب احنا قايلين ان الاتنين صحيح هنا، يبقى ممكن اوقفها، انا عاوز اعملها بسط ومقام. الصحيح لما بقى مقام بيبقى بواحد، طب انا عاوزاه الواحد ده يبقى 10، يبقى عشان الواحد بقى 10 ضربته في كام؟ في 10، وفوق اضرب في 10، يبقى بقت 20 على 10. يبقى معنى كده ان الاتنين دوت اللي هي الصحيح 20 جزء من 10، يعني معنى كده لو جمعتهم يبقى 24 جزء من 10. وبرده يا سنه رابعه ممكن نقول ان احنا عارفين ان الواحد الصحيح اللي هو 10 اجزاء من ايه؟ من 10، 10 جزء من 10. طب انا عندي هنا 2 صحيح، يبقى 20 جزء من 10، والثلاثه يبقى 30 جزء من 10، وهكذا. حل الوحدات التاليه للتعبير عن كل من عدد في صيغه اجزاء من 10 واجزاء من 100، ثم اكتب العدد في صورة كسر اعتيادي. انا عندي اهو 7 من 10، انا عاوز احلله لجزء من 10 وجزء من 100 واكتبه في صورة كسر اعتيادي. اول حاجة هنبتدي كسر اعتيادي. كسر اعتيادي يعني بسط ومقام. المقام عندي هنا هو 7 من 10، يبقى المقام 10، والاجزاء 7 نحطها فوق، يبقى 7 على 10، ده كده اجزاء من 10. طب لو عايز اعملها اجزاء من 100، يعني المقام بتاعي يبقى كام؟ 100، يبقى ضربت تحت في كام؟ في 10، ولازم اضرب فوق في 10، يبقى 70 على 100، ده كده الكسر الاعتيادي. طب عدد الاجزاء من 10، تعالى نبص كده اهوت في الجزء من 10 عندي، يلا بينا، في فوق كام؟ يبقى 7. طب عدد الاجزاء من 100، يبقى كام؟ 70 جزء من 100. لازم اما اضرب في المقام اضرب في البسط نفس الرقم. يلا بينا، 36 من 100، انا عاوزاها اول حاجه في صوره كسر اعتيادي. طب يلا بينا، يبقى معنى كده اهوت ان انا هاخد ال 63 على 10، ماشي. طيب هاخد الرقم كله على بعضه دلوقتي، 630 على 100، عملت ايه؟ ضربت تحت في 10، يبقى هضرب فوق كمان ايه؟ في 10، يبقى 630 على 100. طب تعالوا كده اهوت نشوف الاجزاء من 10، الاجزاء من 10 63. طب الاجزاء من 100 630 من 100. طب يلا بينا السؤال التالت. 4، لو انا عاوز احطها في صوره الكسر الاعتيادي بس فيها اجزاء من 10، الاربعه ده زي ما اتفقنا ده صحيح، هوقفه مقام الصحيح بكام؟ واحد. طب انا عاوز الواحد ده يبقى 10، يبقى فوق وتحت في 10، يبقى 40 على 10. طب انا عاوز الواحد ده يبقى 100، يبقى هضربه في 100، يبقى هضرب 4 في 100 ب 400 على 100. طب انا عاوزه بعد كده اشوف عدد الاجزاء من 10، شايفين ال 10 فيها كام؟ 40 جزء. طب ال 100 فيها 400 جزء. كده وصلنا لسؤال المتفوقين، معانا السؤال الاول، مستنيين اجاباتكم في التعليقات. يلا بينا. شريط من القماش طوله 6.39 متر، عبر عن طول الشريط بصيغة أجزاء من 100 ثم صيغة كسر اعتيادي. مستنية إجاباتكم في التعليقات. طيب تعالوا كده نكمل مع بعض الأسئلة بتاعتنا. بيقول لي أكمل ما يلي، بيقول لي عايز عدد الاجزاء من 100 في العدد 3.2 من 10. طبعا يا شباب هو هنا عايز الاجزاء من ايه؟ من 100. طبعا لو حبيت اكتب ده في صوره كسر اعتيادي هتبقى 32 على 10. طب انا عايزاه من 100، يبقى انا هضرب فوق وتحت في ايه؟ في 10، يبقى 320 على 100. طب انا عايز عدد الاجزاء من 100، يبقى هاخد البسط بتاعي اللي هو 320. طيب الكسر الاعتيادي الذي يمثل العدد 12.5 من 10، عايز كسر اعتيادي، يعني مش عايز اي عدد صحيح، وعايز بسط ومقام فقط. هحط العدد بتاعي زي ما هو من غير علامات في البسط واسال
عشان اعرف المقام لازم اشوف العلامه بعد كام رقم. انت عندك العلامه هنا بعد كام رقم؟ بعد رقم 1. يبقى المقام تحت عندي 10، يبقى اقول 125 على 10. طيب بيقول لي يمكن تحليل العدد مين الى 100 على 10 زائد 4 على 10. طب يا ميس انا المفروض الاول اجمع الايه الكسرين دول، 104 على 10 شرط المقامات متساويه زي ما هي عندك، يبقى 104 على 10. طبعا انا ممكن اخليها بقى في صوره كسر عشري عادي، هنزل ال 104 واحط العلامه بعد كام رقم؟ رقم 1. رقم 1 يعني بين الاربعه والصفر تبقى 10 صحيح و4 من 10. تعالوا كده نكمل مع بعض. بيقول لي اجب لدى عايده اخ صغير يبلغ طوله 50.1 على 10 سنتيمتر، عايز اعبر عن هذا الطول بصيغه عدد عشري. وتاني تاني حاجه عايزها، كيف يمكنك اعاده كتابه ال 50.1 على 10 سنتي باستخدام الاجزاء من 10 فقط. يلا بينا كده مع بعض. اعبر طبعا بصيغه عدد عشري ان انا هنزل البسط الاول والعلامه العشريه بعد رقم 1. طيب واحد من عشرة، والصحيح هينزل مكانه تبقى 50.1. طيب تاني حاجة عايزها، عايزني اعرف الطريقة اللي هي بتاعت عدد الاجزاء من عشرة بس. طيب يا ميس خلي بالك انت عندك هنا المقام اللي هو كام؟ عشرة، والبسط واحد، والصحيح 50. ممكن ارفع الكسر، 50 × 10 ب500، ومعايا واحد يبقى 501 على 10. طب لما احب بقى كده اقول لك كم جزء من 10، يبقى 501 جزء من 10. ودلوقتي يا سنه رابعه قعدنا مع سؤال المتفوقين، السؤال الثاني. تعالوا كده نقرا السؤال مع بعض. بيقول لي اعد كتابه العدد 50.1 على 10 بس في شرط في صوره عدد عشري، ثم حدد الاجزاء من 100 المره دي. مستنيه الاجابه بتاعتكم في التعليقات اسفل الفيديو. تعالوا كده مع بعض ناخد حاجه عنوان تاني اسمه الكسور المتكافئه، يعني كسرين بيساووا بعض او اكتر من كسر بيساووا بعض. فبيقول لي يمكن ايجاد كسر مكافئ للكسر 5 على 10 بكذا طريقه مختلفه. طيب اولا استخدم طريقه النماذج. ال 5 على 10 انا عندي هنا النموذج مقسماه ل 10 اجزاء وواخده منه 5 بس هي اللي ملوناها. طيب لو حبيت اشوفها بطريقه ثانيه بس بطريقه الايه؟ ان انا مقسمه الاجزاء بتاعتي 100، يعني المقام بتاعي بقى 100. حلو، يبقى بدل ما كان المقام 10 بقى المقام 100، يبقى انا ضربتها في 10. حلو، يبقى زي ما انا اخدت الخمسه بقى فوق دي هضربها في 10، يبقى انا كده هاخد كام جزء ملون؟ 50. يبقى 50 على 100 هي ال 50 من 100. يبقى كده عندي الكسرين دولت كسرين متكافئين. يبقى دي اول طريقه اسمها طريقه النماذج، ان الخمسه من 10 هي ال 50 من 100. تعالوا نكمل كده مع بعض. تاني طريقه باستخدام الضرب والقسمه. يلا كده طبعا الخمسه على 10 لو حبيت اخليها على 100، يبقى انا هخلي البسط والمقام يضرب في كام؟ في 10. يبقى هضرب 5 في 10 ب 50 و10 في 10 ب 100، يبقى ال 5 على 10 هي ال 50 على كام؟ على 100. احنا ممكن يجيب لنا ال 50 على 100 ويبقى هو عاوزها بطريقه ثانيه، ممكن نروح قاسمين على ببسطها، يبقى ده هقسمها على 10. صح كده، هقسمها على 10 تبقى 5 على 10. يبقى ممكن انا اكبر الكسر وممكن انا اصغره. اي ان لنحصل على كسر عشري مكافئ للكسر العشري المعطى ممكن نضرب فيه او نقسم على العشره بتاعتنا. نكمل كده مع بعض. بيقول لي اكمل بكتابه كسر اعتيادي او كسر عشري مكافئ للكسر المعطى. عندي 70 على 100 زي ما انت شايف قدامك بتساوي نقط على نقط، انا عايزه كسر مكافئ. طب يا ميس انا هنا عندي ايه؟ ممكن احذف الاصفار بالاسم على ايه؟ على 10. يبقى دي بقت 7 على 10، وممكن اكتبها في صوره عشري 7 من 10. ننزل البسط والعلامه بعد رقم 1 وما عنديش صحيح. طيب 2.1 من 10 طبعا، يبقى يلا بينا كده هي اصلا هتبقى 21 على 10 بس انا عايزاها مكافئ، يبقى انا هضرب فوق وتحت في 10 تبقى 210 على 100. يبقى لما احب اكتبها في صوره عشريه تبقى 2.10 من ايه؟ 10 اجزاء من 10 من 100، 2.10 اجزاء من 100. طيب عندي 80 من 100 اللي هي 80 على 100، محتاجه اجيب لها كسر مكافئ، يبقى انا هقسم على 100 على 10. 10 برافو، تبقى 8 على 10 اللي هي اصلها في كسر عشري 8 من 10.
طيب اخر حاجه عندك الاربعة على 10، يبقى انا محتاجه اجيب لها كسر مكافئ، يبقى انا هضرب فوق وتحت في ايه؟ 10، يبقى 40 على 100. 40 على 100 اللي هي 40 من 100. هنزل البسط والعلامه بعد رقمين زي ما احنا متفقين مع بعض. طيب تعالوا كده مع بعض ناخد سؤال المتفوقين. السؤال الثالث بيقول، يلا كده مع بعض نشوفه. اكمل بكتابه كسر اعتيادي او كسر عشري مكافئ للكسور الاتيه اللي قدامك. اول حاجه عندي 6 و8 على 10، تاني حاجه عايز 3 و6 من 10. عايزين نكتب كسر اعتيادي وكسر عشري مكافئ لكل كسر من الكسور اللي قدامي. وبكده سنه رابعه نكون انتهينا من درسنا النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.